بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. بنتكلم النهاردة عن برنامج الوقائي والعلاجي بالنسبة للخيار الشتوي. في الحقيقة في الشتاء بالذات ما بيقرقناش الحشرات، ما بتقرقناش زي ما بتقرقنا في الصيف، وعشان كده هناخد الأكروسي منها والحشري، تمام؟ فباختصار شديد احنا هنقول في الأعمار المختلفة المفروض بتعمل ايه. في الأعمار اللي حتى أقل من دهيًا يا جماعة، في الأعمار اللي أقل من العمر دهون، المفروض عندي بيقتسم لنصين. النص الأولاني اللي هو قبل الجمع، فترة اللي هي قبل الحصاد، فترة قبل الحصاد، ماليش دعوة بفترة التحريم، ما بتكلم في الفترة اللي هي قبل الحصاد، إن كان من بداية ما بتحط البذرة أو من بداية ما بتحط الشتلات بتاعتك، تمام؟ الفترة دهياً قد تكون في الصيف قصيرة وقد تمتد في الشتاء ل 45 يوم، تمام؟ ولو أنت زارع زراعة بالشتلات قد لا تزيد عن 25 يوم، أو لو أنت زارع بالبذور في الشتاء زي ما قلنا قد تمتد ل 45 يوم. طيب في الفترة دهية يا جماعة كل المبيدات طالما لحد قبل الحصاد بفترة التحريم لكل مبيد، كل المبيدات متاحة لك، بمعنى ان انا مثلا عندي الفيرتيميك لو هو متاح لي او فترة التحريم بتاعته 7 ايام، فمتاح لي لحد قبل مجمع اول جمعة ان انا استخدم الفيرتيميك، مفيش اي مشكلة خالص، تمام؟ ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه. الفترة الاولى اعمل كل شيء، رش كل شيء، يعني الكلورا برايد انا اعتقد تحت اي مسمى، كلورا برايد او الاستم برايد ان كان مسبلان او في مبيد اسمه الكونتور في المملكة او المسبلان بتاع شورة، لو خلطناه مع الفرتيميك الاثنين مع بعض هيقضوا لي على حاجتين، هنضرب عصفورين بحجر واحد. انا اتكلمت قبل كده ان انا مخلطش، بس بقول الخلط يبقى يعني مدروس، مش يبقى حاجة كده وخلاص، يعني مش اي حد زي واحد خلط الفطر مع الافسكت فبالتالي حرق البتنجان، رغم ان ورقة البتنجان زي الحلفة او زي البوص في اي حتة يعني ما بيهمهاش حاجة الا انه حرقها. ليه؟ يعني البتنجان مش زي الفلفل مثلا اللي هو المرفه، او زي الخيار اللي الورقة بتاعته مرفه جدا، لا هو ابتدى يرش حاجة زي كده على البتنجان فبالتالي حرقت او حرق وقتي، تمام؟ فده اللي احنا مش عايزين نوصل ليه يا جماعة. ففي قبل الحد قبل الحد قبل الحصاد بسبع ايام استخدم الاستم برايد اللي هي في او الكلورا برايد، دول في مبيد اسمه كونتور وفي المسبلان بتاع شورة. المسبلان نص جرام في اللتر المية مع نص جرام نص سنتي فيرتيميك، نخلط الاثنين مع بعض، وممكن نخلط معاهم كمان مغذي، تمام؟ يعني لو عشرينات من مصدر محترم نخلطه معاه، ما فيش اي مشكل خالص، ونرش الخيار بتاعنا، تمام؟ رغم ان انا من نوعية اللي لا افضل رش الخيار بالحاجات دهيا الا في فترة الشتاء بس، يعني في الصيف انا ما انصحكش انك تعمل كده، تمام؟ فلو رشينا الاسم برايد او الكلورا برايد مع الفيرتيميك، تمام؟ هنقضي على جميع الساقبة الماصة وجميع والطور الكامل من حشرة العنكبوت الاحمر، تمام؟ وبالتالي والنبات لسه زي دي كده نبدأ عملية الرش بتاعنا، إياكش كل أسبوع مرة، بحيث إن أنا أرش 4 مرات قبل الجمع، 28 يوم أرش 4 مرات
هلاقي الدنيا معايا كويسة جدا جدا جدا، وهلاقي مفيش أي مشكلة بالنسبة لا للثقب المصة ولا للعناكب الحمراء. طب في الأعمار اللي بعد كده اللي هي فترة الجمع، عشان نتقي ربنا ونخاف ربنا في الناس اللي بتاكل، المفروض نعمل إيه؟ هنروح معاكم للبيت التاني. أهلا بكم مرة تانية. احنا دخلنا في الخيار الجميل اللي قدامكم ده هو، وابتدينا ندخل على مرحلة جمع. يا جماعة ابتدينا ندخل على مرحلة جمع زي ما انتم شايفين كده هو، ابتدينا يعني خلاص كلها يومين اتنين ونبدأ نجمع، يعني الثمرة ده هي بعد بكرة خلاص تتجمع، والثمرة دي بعد بكرة برضو هتبدأ تتجمع. يا ترى في الخيار الجميل اللي قدامنا ده هو عايزين نشتغل عليه او وقائي او علاجي؟ انا بصراحة بميل للوقائي، واعتقد ان الحمد لله انا ما بيجيش عندي اي مشكلة اصلا في الخيار خالص، يعني ما بحبش ادخل في قصة العلاج دي، تمام؟ لان الوقاية خير من العلاج زي ما قلنا قبل كده مليون مرة، تمام؟ طيب في الفترة ده هي الخير زي ما انت شايفه رشينا اللي احنا عايزينه في المرحلة الاولى، بحيث ان انا لو عندي اشتغلت بحاجتين اتنين ما فيش غيرهم، اللي هم المسبلان والكنتور اللي هو الكلورابرايد مع الفيرتيميك، الاثنين والله ما اكتر منهم. رشينا كم مرة؟ 3 مرات في عمر الخيار ده هو اللي دخل على 40 يوم. خد بالك انا عايز انبه لحضرتك لحاجة، في فيديو انتشر لاخونا مهندس صغير لسه طلع الخيار 39 يوم لحد السلك، خيار لو تجاوز ديا في ال40 يوم الأولانية يبقى ده مش خيار، واللي زرعه بيهرج بأمانة، يعني بأمانة شديدة، وانتوا عارفين ان ظروفي لا بحب اكذب ولا تجمل الحمد لله، ولا بدعي لصنف ولا بدعي لأي حاجة، تمام؟ طيب الفرتيمك طبعا موجود عندنا، بس احنا في الحالة ديت مش هنستخدم الفرتيمك ده، الكنتور اللي بقول لحضرتكم عليه اللي هو الكلورابرايد، المادة الفعالة هتلاقيها عليه اهيا، هتلاقيها الكلورابرايد. طيب اهي الاميدا كلورابرايد، تمام؟ اهي المادة هيت موجودة عليها اهيا، والفترة التحريم بتاعته هو على الخيار اهو، تمام؟ على الخيار اهو جايبة كم يوم؟ جايبة 7 يوم، تمام؟ اذا فاحنا دخلنا في مرحلة الخطر بقى، ان انا الخيار سريع وهيديني في الشتاء كل 3 ايام هيديني جمعة، تمام؟ اذا فال7 يوم دي وحشة شوية، لو 5 يوم ممكن نعديها، بمعنى ان انا عندي الخيار هيديني 3 ايام، واليوم اللي هجمع فيه الرابع، اليوم اللي هيروح في السوق هيبقى الخامس، اعتقد ان مع الغسيل ما يكونش فيه اي مشكلة، ويا ريت هي حتى يبقى فيه يوم، لان دايما الشركات او الناس اللي هم الاوروبيين دايما بيحطوا، يعني عارفين ان احنا يعني في المبيدات بنكبر دماغنا شوية، فدايما بيحطوا لنا يوم او يومين زيادة، تمام؟ طيب في الاخوة الصينيين عاملين لنا حاجة اسمها السينومكتين 5%، ده بيقول لي 5 يوم، مع انه على جميع الاطوار، وبقول لي ان هو على جميع الاطوار بتاعت العناكب، وكمان بيقول لي على اليرقات بتاعت التريبس، تمام؟ طب هو مديني كام؟ مديني هنا للخيار مديني كام؟ مديني 7 من 3 ل7 يوم اهوت على الخيار، من الخضروات مديني من 3 ل7 يوم، يعني متوسط 5 يوم، ده ممكن يمشي معانا، تمام؟ اللي يمشي وحاجة محترمة جدا اللي هي الدانس رابا، الدانس رابا دي ده مركب ياباني، تمام؟ مركب ياباني على جميع الأطوار بتاعت الحشرات، جميع الأطوار بتاعت حشرة العنكبوت العناكب، جميع الأطوار بتاعت العنكبوت الأحمر، الدينسرابيا ده هو بيعمل لها مشاكل وبزيحها أساسا. ومن المميزات بتاعت الدينسرابيا ده هو، أعتقد إن هو في شورة، بس هو في المملكة السعودية تقريبا بتاع الجماز أو حاجة زي كده، لا شركة الآلات والمواد الزراعية، هو غالي شوية بمعدل 75 سنتي على 100 لتر مية، تمام؟ وده فترة التحريم بتاعته يوم واحد، تمام؟ وبالنسبة لإخواننا اللي هم يعني اللي هو المادة الفعالة بتاعته سيفلو ميتوفاين 20%، أهية المادة الفعالة بتاعته أهي،
السيفلوميتوفين اهي دي المادة الفعالة اللي في المبيد ده. وفي حاجة ده المبيد ده ياباني يا جماعة، المبيد ده هو ياباني ومحترم جدا، ويوم واحد بالنسبة للجمع. يبقى انت في الجمع هتستخدم ده هو للعنكبوت الأحمر زي ما قلنا، وهتستخدم للفلوراميت الأمريكي ده هو، تمام، اللي هو المادة الفعالة في البيفنزايت 24%. المبيد ده هو برضه على كافة الأطوار بتاعت النبات الفلوراميد دهون، ومركب محترم جدا جدا جدا، تستخدمهم كل 15 يوم مرة، تستخدمهم كل 15 يوم مرة بالنسبة للعناكب، تستخدمهم كل 15 يوم مرة الفلوراميد والدينسرابا. الدينسرابا دهون زي ما قلنا الاثنين محترمين جدا، بس الأسعار بتاعتهم غالية جدا، ولكنه فترة التحريم بتاعته يوم واحد للناس اللي بتخاف ربنا. واحد هيقول لي طب الحشري المبيد ده برضو، ده المبيد ده الصيني ساينوماكتين، ده 5%، ده مبيد كويس جدا 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 ونتائجته برضه كويسه جدا، ممكن نستخدمه لو عندي حشره كامله سريع، وهو 5 ايام زي ما قلت. ال5 ايام ممكن نجمع على 3 أو 4 ايام في الشتاء بالنسبه للخيار، ويوم هنجمع فيه واليوم اللي هيروح فيه السوق يعني برضه هيوصل للمواطن وهو سليم جدا. ارجو ان احنا نراعي القصه ده يا جماعه علشان ربنا يبارك لنا في الحاجه بتاعتنا دي حاجه. بعد كده يا جماعه واحد هيقول لي طب الحشري هنستخدم له ايه؟ والله بالنسبه لي الحشري انا منصحكش غير بالتريسر. التريسر يا جماعه ماده محترمه جدا، وبرضه التحريم بتاعها مفيش، فياريت نستخدمه بالنسبة للثقيبة المصة، وهي بتكون أساسا كده كده في الشتاء قليلة، ولكن ممكن نرش كل 15 يوم رشة، يعني هيبقى عندي كل أسبوع رشة بالنسبة للأكروس رشة، إن كان الفلوراميت والدينسرابا، أو إن كان عندي الرشة في الأسبوع اللي بعده هتكون علشان الثقيبة المصة ممكن نستخدم لها التريسر. بشكركم واتمنى لكم. أما قبل التحريم رش زي ما أنت عايز خالص، وأنا قلت لك استخدمت مادتين بس أو بستخدمهم على طول إن كان في الصيف ولا في الشتاء، اللي هي الأميدا كلورابرايد أو الأستمبرايد، الاثنين واحدة فيهم مع الفيرتيميك. بتمنى إن احنا نكونوا استفدنا بالفيديو دهون. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.